السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج ديسكوفر اكتشف KG1 الترم الثاني، وكنا شرحنا المرة اللي فاتت في جزء الخاص ب Shade for a Beetle أو الظل للخنفساء، وده طبعا شابتر 2 أو الفصل الثاني في المحور الثالث اللي هو How the World Works، كيف يعمل العالم. وإن شاء الله النهاردة هنكمل الشرح، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح بيج 30 أو صفحة 30، والنهاردة هنبدأ ببيج 31 أو صفحة 31، وعنوانها caring for my pet. caring for يعني العناية بي، my pet pet يعني حيوان أليف، my pet حيواني الأليف. مين مننا يا أصحابي عنده pet أو حيوان أليف بيربيه وبيعتني بيه؟ يعني أكيد في منكم اللي عنده cat، وفي منكم اللي عنده dog بيربيه وبيعتني بيه، وفي منكم اللي عنده حاجات تانية ممكن يكون بيربيها وبيعتني بيها. فهنا بيعرفنا أو بيتكلم معانا عن الاعتناء بالحيوانات الأليفة اللي احنا بنربيها، وهنا بيقول لنا in the outer boxes، في الاوتر الخارجي، boxes الصناديق الخارجية، draw ارسم how you will meet the needs for your pet، how you will meet كيف انت ستقابل ستشبع، how you will يعني كيف انت سوف meet تقابل او تشبع the needs، needs الاحتياجات. واحنا عرفنا طبعا قبل كده ان في فرق بين ال needs وال want. ال needs هي الحاجات او الاحتياجات اللي احنا او اي كائن حي بيحتاجها، من غيرها ما يقدرش يعيش وهيموت. وال needs طبعا زي ما احنا عرفنا قبل كده هي الهواء، ان الكائن الحي بيحتاج يتنفس، الووتر او الماء، اي كائن حي بيحتاج ان هو يشرب، وطبعا الشيلتر او المأوى او المسكن ان هو يعيش فيه علشان يحميه من اي حاجة وحشة، وكمان بيحتاج الفود علشان يتغذى لان هو من غير الفود هيموت من الجوع، وبيحتاج كمان سبيس او مكان فاضي علشان يعيش فيه، ساحة في اي مكان علشان يقدر يقعد فيها ويعيش فيها. فبالتالي عندنا هنا الـ needs خاصة بأي living thing أو بأي كائن حي احنا عارفينها ودينا افتكرناها مع بعض. فانت ازاي هتقابل أو هتشبع الـ needs الخاصة of your pet، الخاصة بالحيوان الأليف بتاعك؟ فانت هنا عندك 4 boxes أو 4 صناديق. هنرسم في الصندوق الأولاني اللي لونه blue ده، هنرسم فيه مثلا احتياج الحيوان الأليف بتاعنا للووتر أو للمية. فأنت هترسم هنا مثلا طبق أو العلبة الصغيرة اللي أنت بتحط للبيت بتاعك أو الحيوان الأليف بتاعك في المية علشان يشرب منه، علشان ما يحصلوش حاجة وحشة ويموت من العطش. طب هنا في البوكس التاني أو الأورنج بوكس ده، المفروض ممكن نرسم مثلا فيه يا أصحابي الحيوان الأليف ممكن يكون بيحتاج إيه تاني؟ شاطرين، ممكن يكون بيحتاج للفود او الغذاء، من غير الفود او الغذاء هيموت، هيموت من الجوع. انت هنا هترسم نوع الاكل او شكل الاكل اللي انت بتقدمه للحيوان بتاعك او to your pet، للحيوان بتاعك علشان خاطر تخليه يأكل ويعيش بشكل عادي. طب في البوكس الثالث ده او الجرين بوكس ده، المفروض هنرسم هنا ايه يا اصحابي؟ هنرسم مثلا الشيلتر او المأوى اللي انت هتوفره للبيت بتاعك ده او للحيوان الاليف بتاعك ده علشان يعيش فيه، سواء انت عامل له بيت صغير هيقعد فيه، مكان صغير هيقعد فيه، ازاي المكان ده شكله ايه وانت عامله له بشكل عامل ازاي. طب ورابع صورة المفروض هنرسم فيها ايه يا اصحابي؟ المفروض ان رابع صورة هنا خاصة باي نيد ممكن يكون الحيوان ده بيحتاجها. مثلا عندنا الـ air او الهواء،
ازاي هترسم ان الشلتر او المكان اللي انت وفرته للحيوان ده في هوا داخل فيه، في شباك بيدخله فيه هوا او باب مفتوح بيدخله منه هوا، فبالتالي انت هترسم ازاي انت موفر له الهواء اللازم للتنفس بتاعه او ان هو يتنفس ويعيش بشكل سليم في المكان اللي انت حاطه فيه. فاحنا هنا رسمنا في الفور بوكسز او في الاربع صناديق فور نيدز او اربع احتياجات احنا بنوفرهم للاور بيت او للحيوان الاليف بتاعنا علشان نعتني بيه ويعيش بشكل سليم وبشكل كويس، وده اسمه الكيرنج فور او الاعتناء بيه. وهنا بنتكلم عن الكيرنج فور ماي بيت او الاعتناء بحيواني الاليف. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 32 او صفحة 32. وعنوانها plants يعني النباتات، and animals يعني الحيوانات، are important هامة. فانا بيكلمنا عن اهمية النباتات والحيوانات المختلفة وازاي هي مهمة، زي ما عرفنا قبل كده ان مثلا في الهاتس او في القطبعات انواع مختلفة مصنوعة من اشكال او من ماتيريالز مختلفة من مواد مختلفة. فده مثلا بيوضح لنا ان الانيمالز والبلانتس اللي حوالينا ممكن نكون بناخد منهم بعض الماتيريالز نعمل بيهم قطبعات نلبسها علشان تحمينا من الهوت سن او من الشمس الحارقة. واحنا عرفنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان طبعا عندنا بيتل صغيرة رسمنا لها كمان قطبعة او هات علشان تحميها من ضوء الشمس. القطبعة دي كانت ممكن تبقى مصنوعة من مادة من المواد المختلفة، فبالتالي برضو هنحتاج فيها حاجات ممكن نكون بناخدها من النباتات او من الانيمالز من الحيوانات علشان نصنع الهات دي. فهنا بيقول لنا ماتش يعني وصل the pictures الصور. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي في 6 pictures او 6 صور. اول صورة زي ما احنا شايفين دي صورة لنبات مثلا، وده شكله نبات القطن. وتاني صورة موجود فيها تري او شجرة صغيرة، وتالت صورة فيها شيب او خروف مليان بالصوف الجميل مغطي جسمه. وفي الناحية التانية في صورة فيها طبق من الورق او طبق مصنوع من الورق، وتاني صورة فيها كورة من الخيط الصوفي او كورة من الصوف، وتالت صورة فيها طبعا قطعة قماش من الهدوم او من القماش اللي احنا بنستخدمه. فاحنا عايزين هنا نعمل ماتشنج او نوصل بين البلانتس او الانيمالز وبين الحاجات اللي احنا بنستخرجها منهم او بناخدها منهم. فعندنا هنا اول حاجة الصورة الخاصة بالكوتون بلانت او النبات القطن دي، المفروض ان احنا بناخد منه ايه يا اصحابي؟ بنصنع منه الطبق الورق ده، ولا بكرة الخيط من الصوف، ولا قطعة القماش الجميلة دي؟ شاطرين، الكوتون طبعا بيتصنع منه الخيوط اللي بيتصنع منها بعد كده القماش القطني الجميل. فنوصل بين الكوتون وبين قطعة القماش دي. طب تاني صورة موجود فيها التري دي او الشجرة دي، احنا لازم نكون عارفين ان في انواع كتيرة من الاشجار وانواع كتيرة من الاخشاب بيتصنع منها الاوراق وانواع كتيرة من الكرتون اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. فطبعا التري دي ممكن يكون بيتصنع منها الطبق الورق الجميل ده، لان زي ما قلت لكم ان انواع كتيرة من الاشجار والاخشاب بيتصنع من البقايا بتاعتها ومن اجزاء كتيرة فيها وانواع كتيرة من الاوراق ومن الكرتون اللي احنا بنستخدمهم في حياتنا. فهنوصل التري الجميلة دي بطبق الورق ده زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طب تالت صورة فيها الشيب او الخروف الجميل ده، وهو مليء بالصوف زي ما احنا شايفين مغطي جسمه. والناحية التانية زي ما احنا شايفين قدامنا مفيش غير بكرة الخيط الصوف دي، فبالتالي اكيد احنا بنصنع الخيوط الصوفية الجميلة دي من الصوف المستخرج من جسم الشيب ده او من الجسم بتاع الخروف ده. فهنوصل بين الشيب
وبين بكرة الصوف الجميلة دي. وبكده طبعا نكون حلينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا plants, plants يعني نباتات, and animals, animals وحيوانات, are important, are important هامة, مهمة جدا في حياتنا. وهنا match وصل pictures الصور. ونتنقل البيج اللي بعد كده, خليكم معايا. ونوصل لبيج 33 أو صفحة 33, وعنوانها a shade plan. shade plan يعني خطة الظل. خطة الظل يعني ايه خطة الظل؟ باختصار يا اصحابي هو بيقول لنا هنا احنا عايزين نعمل مظلة او شمسية او مكان يمنع ضوء الشمس الحارقة علشان نحمي فيه البيتل الصغيرة بتاعتنا او الخنفسة الصغيرة بتاعتنا من الشمس دي. فهنا بيقول لنا ازاي نعمل ده, او عايزين نتخيل مع بعض ازاي نقدر نعمل المظلة الجميلة دي اللي نخليها تحمي البيتل دي من الشمس الحارقة. فبيقول لنا هنا draw ارسم a picture صورة to show لتوضح your plan يعني خطتك to make a shade, to make a shade لتصنع ظل, make يعني يصنع, shade يعني ظل, structure يعني هيكل من الظل اللي هو يعني مظلة, for the little beetle للخنفساء الصغيرة, little يعني صغير و beetle يعني خنفساء. فانت هنا هترسم المظلة اللي انت هتصممها, وقعد تخيل معايا كده شكلها يبقى عامل ازاي علشان تقدر تخليها توفر للخنفساء او little beetle الصغيرة دي الظل اللازم ليها علشان تحميها من الشمس الحارقة. فممكن كل واحد يتخيل شكل الـ shade structure ده او مكان المظلة ده بشكل مختلف عن التاني. كل واحد خياله ممكن يخليه, كل واحد فينا ممكن يتخيل شكل المظلة دي بشكل مختلف. المهم ان احنا هنا هنرسم البلان بتاعتنا او الخطة بتاعتنا ان احنا نعمل shade structure او مظلة نحمي بيها الليتل بيتل او الخنفسة الصغيرة دي من الصن او من الشمس الحارقة. وبكده نكون انهينا الجزء ده. وزي ما احنا شايفين قدامنا ممكن ده يكون شكل من اشكال المظلات المختلفة اللي ممكن نوفرها للبيتل بتاعتنا علشان تحميها من ضوء الشمس الحارقة دي. والكلمات الجديدة هنا shade يعني ظل, plan يعني خطة, draw ارسم picture صورة, show توضح, your plan خطتك, make تصنع, shade ظل, structure هيكل, for the little beetle للخنفساء الصغيرة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معي. ونوصل لبيج 34 أو صفحة 34, وعنوانها My Final Design. My Final Design يعني تصميمي النهائي, Final يعني نهائي, وDesign يعني تصميم. فأنا بيكلمك عن التصميم النهائي أو الشكل النهائي للمظلة اللي انت هتعملها للبيتل الصغيرة بتاعتنا. فبيقول لنا هنا Draw يعني ارسم, what your final shade structure looks like, ارسم الشكل النهائي للشيد ستراكشر او للمظلة اللي انت هتعملها للليتل بيتل بتاعتنا. فانت هترسم هنا شكل المظلة الخاصة بالليتل بيتل بتاعتنا او بالخنفسة الصغيرة بتاعتنا, الشكل النهائي ليها بعد ما تخيلتها كويس وعرفت تحددها باحسن شكل ممكن. هترسمه هنا هوت في البيج دي. والكلمات الجديدة هنا final يعني نهائي, design يعني تصميم, draw ارسم your final shade structure المظلة النهائية بتاعتك looks like يعني تشبه, يعني شكلها ايه. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة, وانهينا معاها شرح شابتر 2 او الفصل الثاني, shade for a beetle,
أو الظل للخنفساء. وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من الدرس، وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم من النهاردة. لو أعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.